زي ما اتكلمنا ونوهنا في بداية الحلقة، الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن بقى الكرة العالمية، وتحديدا لو هنقول عن الدوري الإنجليزي المشتعل حرفيا زي ما بتقال كده، وكل الملفات كمان في أوروبا. خلينا نرحب بس في البداية بصاحبة هذا الملف الصحفية منى عمر الناقدة الرياضية. بونجور، نورانا. بونجور عليك يا نهاوند، وصباح الخير عليك يا كريمة. مبسوطة أنا معاكم. اشمعنى أنا عربي يعني؟ بونجور ما ياكلش معايا بونجور يبقى زيها البنات كده. مشيها بونجور. بونجور يا كريمة. إيه كله تمام؟ أه الحمد لله. سعداء بحضرتك معانا كالعادة، وزي ما نهاوند بتقول لك احنا هيبقى في ستريس أكبر شوية في لقائنا بيك النهاردة على الدوري الإنجليزي نظرا لاشتعاله فعلا. وتعالي نبتدي بماتش امبارح، هذا اللقاء الناري، ونبتدي تحديدا بهالاند. والسؤال، هو بني آدم زينا عادي ولا خارق للطبيعة ولا ايه؟ لا، هو مش بني آدم عادي زينا، مش لعيب كرة عادي، دي حقيقة. هالاند من قبل ما يبقى في الدوري الإنجليزي كمان، من فترة بروسيا دورتموند مع في الدوري الألماني، كان خارق. أهداف غير طبيعية، ارتقاء غير طبيعي، أشياء بيعملها اللي هو أنت بتتفرج عليها بنفتح عينينا وبقنا، يعني بنبقى مذهولين جدا من الأداء اللي هو بيقدمه، من الأهداف الرائعة اللي هو بيسجلها. انتقاله لسيتي أنا شايفة أنه كان في التوقيت المناسب جدا 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 ليه وللفريق. أكيد. بلا شك اختار الوقت المناسب بنسبة كبيرة جدا، اختار الفريق المناسب اللي يقدر انه يثبت، او مش يثبت، يأكد فيه على موهبته. البعض شكك في البداية على الرغم من الأداء المذهل اللي احنا بنشوفه من هالاند دلوقتي، الا ان البعض شكك اصلا في الصفقة من البداية، وخصوصا في مباراة الدرع الخيرية قدام ليفربول اللي كانت قبل انطلاقة الموسم. المباراة دي الناس لو تفتكر معنا كان في فرصة سهلة جدا جدا جدا، مش هقول قدام هالاند بقى، قدام أي لاعب، إنه كان يسجل هدف. المرمى تقريبا كان خالي، هالاند اتصرف في الكرة بشكل مش صح، بالتالي ما قدرش ان هو يسجل الهدف. بعدها الناس سخرت جدا جدا من هالاند، البعض قال ان هو صفقه مش هتبقى ناجحه في الدوري الانجليزي، البعض كان بيقول له فرق الدوري الانجليزي مش زي فرق الدوري الالماني، قوه الدوري الانجليزي مش زي قوه الدوري الالماني، الا انه في فتره بشكل عملي بالظبط كده، وفي وقت قصير، ما خدش مثلا، ما قلناش في موسم، لا ده في وقت قصير جدا. هالاند مسجل 14 هدف في 8 مباريات، حاجه غير مسبوقه بالظبط في 8 مباريات. ولو جينا نشوف قائمة أسرع لعيبة سجلت 3 هاتريك في متتاليين، لا مش متتاليين، عموما 3 هاتريك في الدوري الإنجليزي، طبعا هالاند في الصدارة خلال 8 مباريات. لما نيجي نشوف اللاعب اللي بعده هنلاقيه مايكل أوين، متخيل مثلا سجلهم في كام مباراة؟ 48 مباراة. فالجاب كبيرة جدا جدا جدا. لما نيجي نشوف مثلا لاعب زي لويس سواريز، الكل أجمع أنه من أفضل فتراته في مشواره الكروي لما كان مع ليفربول، سجل 3 هاتريك في كم مباراة؟ 71 مباراة. رونالدو نفسه في بريمير ليج، كريستيانو رونالدو طبعا في بريمير ليج، سجل 3 هاتريك في 232 مباراه. فيعني احنا بنتكلم في ان هالاند ده احنا يعني لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو من مواليد 2000 بالمناسبه، صغير 22 سنة. يعني مش كبير قوي. ايه 22 سنه من مواليد 2000 بالظبط. بس عندي نقطه، لان برضو اتكتب عن هالاند ان طبعا بلغه الارقام، وده نجم صاعد وبينتظره تاريخ كبير وهيكتب من جديد وغير مسبوق والكلام ده كله، بس اتكلموا عليه فنيا شويه. قال لك هالاند مش اللاعب المهاري على الملعب، هو لاعب شاطر ولاعب ذكي ولاعب بيستغل الفرص ولاعب بيحرز اهداف، ولكن ليس على النقاط المهاري زي ما تقارنيه باسماء كبيره زي ميسي وكريستيانو وابراهيموفيتش وغيره. بتتفقي او بتختلفي مع ده؟ لا بختلف جدا. هالاند كسر اصلا فكره كمان انه احنا اعتدنا ان المهاجم اللي بيبقى طويل ما بيبقاش سريع، دي مش هالاند. اهداف براسه، وايه علاقه الطول بالبطء؟ لا، في دايما مقارنات كده، تلاقي المهاجم الطويل تلاقيه مش سريع، بيبقى حركته تقيله شويه. اوكي، عشان الطول يعني. علشان الطول. مش دايما، يعني مثلا تيجي تلاقي لاعب قصير تلاقيه بيعرف يخترق، بيبقى سهل، بيبقى خفيف، جسمه خفيف فبيعرف يخترق، على عكس المهاجم اللي بيبقى طويل. دي مش موجوده عند هالاند، بالعكس. هالاند احنا الاهداف اللي احنا بنشوفها، احنا عايزين مهاره ايه اكتر من كده؟
راسيات تمام، كل حته فيه يصدر كعب تلاقي جول، يصدر ركبه تلاقي جول، يعني مش طبيعي بالظبط. فانا يعني لو 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 البعض شايف ان هو مثلا ما عندوش المهاره زي ميسي او كريستيانو، طب انا في النتيجه بتاعتي ايه؟ المحصله النهائيه يعني، بس المحصله النهائيه هي برضو وجهه النظر اللي بتتكلم عنها نهاوند، يمكن عشان هو برضو ما لحقناش نشوف منه مهارات، احنا بنشوف منه فينيشنج، بنشوف منه تخليص ايا كان الوضعيه اللي هو عليها، وايا كان الكوره جايه له من اي زاويه، هو عنده الفينيشنج لا غبار عليه. لكن قد يكون فعلا احنا شفنا من ميسي قبل كده ومن رونالدو يعني مئات المرات، لا كوره حلوه، بنشوف ترقيصات وبنشوف تمريرات وبنشوف حاجات، هالاند بنشوف اجوال على طول. وبالمناسبه يعني انا عايز اعرف منك رؤيتك ليه طبقا للتالق الحالي لهالاند، وطبقا ليه تغيير الوظيفه او المهمه اللي بقت موكله لمحمد صلاح، نتج عنها ان في دلوقتي ناس شايفه ان احنا نستعوض ربنا على لقب هداف الدوري الانجليزي بالنسبه لمحمد صلاح في ضوء اللي حاصل، الى اي درجه شايفه الكلام ده مظبوط؟ هقول لك بس نقطه على هالاند، لما كنا بنتكلم على اهداف، ما هو كلاعب مهاري، ما انا اهداف، ومش اهداف بس، كمان انا بعمل اسيستات او بيساهم في اهداف لزملائه. يعني هو هالاند مثلا مسجل 14، صانع 3، عامل 17 هدف لمانشستر سيتي اللي مسجل 29 اصلا في بريمير ليج، فانت بتتكلم في اكتر من النص. ايوه طبعا. فلسه كمان يعني كمان احنا لسه في اول 8 مباريات، لسه قدامنا كمان 30 جوله في الدوري الانجليزي. هالاند لو استمر على كده احنا ممكن نشوف لقب هداف الدوري ده مثلا محسوم ب 50 او اكتر من 50 هدف لو استمر على نفس الوتيره. بلس كمان في نقطه مهمه، انه هالاند مش هيلعب كاس عالم، فهو اصلا هيبقى عنده الشهر اللي اللعيبه هتبقى فيه في كاس عالم، هو هيعمل ريكفري. انا مريح بالظبط، انا قاعد مريح هيرجع لنا حاجه ثانيه بالظبط كده. بالنسبه لنقطه محمد صلاح يا كريم، الوضع السنه دي في ليفربول مختلف تماما، صحيح، سواء مع محمد صلاح، سواء مع الفرقه ككل، سواء مع يورجن كلوب نفسه. لما تيجي تبص على ليفربول من بدايه السيزون، يعني هوند هم يعني حصل لهم دروب بالنسبه، لا يعني في البدايه كده دروب بالنسبه لبعض الاصابات، ماتب، ابراهيم كوناتي، تشامبرلين، تياجو الكانترا، غير رحيل ساديو ماني، ولو ان ده مش سبب اوحد، يعني خلينا نقول ده مش سبب اوحد، لان برضه احنا ماني مع ليفربول لسه ما شفناهوش متوهج بنفس التوهج اللي كان فيه مع سوري ماني مع بايرن، ما شفناهوش بنفس التوهج اللي كان فيه مع ليفربول. فالاصابات كانت من ضمن اسباب تراجع اداء ليفربول. هو مش رجع، انا قصدت في بدايه انا قصدت في البدايه خالص، فكان عنده اصابات كتير، بلس انه في لعيبه جديده عندنا، داروين نونيز لاعب صغير ينقصه بعض الخبرات، لكنه لاعب مهاري جدا ولاعب جيد جدا جدا، لكن لسه ما فيش تناغم ما بينه وما بين محمد صلاح. دور كمان محمد صلاح ما بقاش زي الخمس سنين اللي كانت قبل كده، انه بنشوفه بيخترق وبيدخل من العمق، لا ما بقاش فيه الكلام اللي كنا بنشوفه قبل كده، وبقى ملتزم اكتر، او يورجن كلوب مديله مهام اكتر على الاطراف وفي الجناح، بالتالي ما بقاش فيه النسبه التهديفيه العاليه لمحمد صلاح اللي احنا معتادين عليها. صلاح دلوقتي هو مسجل هدفين، السيزون اللي فات تقريبا في نفس الجولات كان مسجل 5 اهداف، فالوضع طبعا مختلف جدا، طبعا مع انطلاقه هالاند، ومش هالاند بس، يعني لما نيجي نشوف لترتيب هدافي بريمير ليج لحد دلوقتي، اللي ورا هالاند هاري كين 7 اهداف، هي النص بس، هو ده الريت العادي بالنسبه للهدافين، هالاند هو اللي بالنسبه للبني ادمين فعلا. بس فدي كانت من ضمن اسباب. في نقطه كمان، ان يورجن كلوب التكتيك بتاع الفريق تحس ان هو مختلف شويه، مفيش الضغط على الخصم برضو اللي احنا كنا معتادين عليه وكنا بنشوفه قبل كده، لا تحس ان كان في مره صحيفه من الصحف في انجلترا تقريبا كانت ميرور، كانت عامله تقرير عن نسبه الركض او الجري بتاعت اللعيبه في فرق الدوري الانجليزي في الفتره القصيره اللي فاتت، لقوا ان ليفربول لعيبته اقل لعيبه بتجري خلال المباريات،
في بعض الـ 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 الخبراء يعني شافوا انه دي نقطه متعمده من يورجن كلوب، انه مش عايز يجهد اللعيبه في بدايه السيزون، خصوصا السيزون في كاس عالم، فهيبقى المعدل البدني طول السيزون هيبقى اللعيبه هتبقى محتاجه معدل بدني كبير، فدي كانت من ضمن الاسباب. ففي تخبط كتير في ليفربول نتج عنه الوضع بالظبط، وكله جه مع بعض، يعني اصابات، اختلاف مهام لمحمد صلاح، لعيبه جديده، تغيير خطه، تغيير تكتيك، فكل ده نتج عنه ان ليفربول لحد دلوقتي في المركز التاسع مع 10 نقط، ودي غير مسبوقه، غير مسبوقه مركز تاسع، دي غير مسبوقه حاجه. بصي على كل حال احنا صعب ان احنا نتكهن دلوقتي ابدا، يعني ناس تقول لك ما هو ارسنال في المقدمه والسيتي دلوقتي بينافس بشكل غير مسبوق برضو، فاحنا متوقعين ان السيتي هيعدي ارسنال، يعني لسه انت زي ما قلتي لسه في بتاع 30 كمان جوله، فيعني او مباراه، فلسه ما نقدرش نحسم لسه بدري. اه معاكي صح، كلامك بس صح مظبوط، يعني الاوضاع دلوقتي هل لو قارناها بالسيزون اللي فات الموسم اللي فات بتشوفي ان التنافس الى حد ما بقتش زي الموسم اللي فات؟ يعني الموسم اللي فات كان فيه تنافسيه اكتر، كانت الارقام قريبه شويه من بعدها، الاداء للنوادي قريبه، لكن السنه دي او السيزون ده لا، انت شفتي طفره كبيره قوي لمثلا مانشستر سيتي، وفي تراجع شديد جدا لبرضو اسماء لانديه كبيره. هي الفكره في اختلاف الاسماء، احنا مش معتادين مثلا ان انا الاقي برايتون في المركز الرابع طبعا بعد 8 جولات مثلا، مش معتادين ان انا الاقي ارسنال اصلا في الصداره بالظبط، فهي اختلاف فرق، اختلاف اسماء، انما التنافسيه في الدوري الانجليزي هي مستمره بالظبط، لا خلاف عليها. السيزون ده مثلا هتلاقي المنافسه ما بين مثلا مانشستر سيتي وارسنال لحد الان، محدش عارف بعد كده ممكن يحصل ايه، هل اصلا النسق بتاع ارسنال هيفضل عليه، يعني هيفضل على نفس الوتيره ولا هيقع، خصوصا ان هو يعتبر لسه ما لعبش مباريات قويه جدا، لما لعب مع يونايتد وقع قدام يونايتد، كسب توتنهام بس لسه قدامه سيتي، لسه قدامه ليفربول، لسه قدامه انديه تشيلسي، لسه قدامه كذا فرق ممكن يتعثر قدامها يعني. لكن في المنافسه دلوقتي ما بين ارسنال وما بين مانشستر سيتي، بس عندنا توتنهام مقدم برضو مع كونتي موسم او المباريات اللي قدمها في بدايه الموسم لحد دلوقتي مباريات جيدة جدا. لو استمر برضو على نفس النسق او على نفس الوتيرة، لا هنلاقي توتنهام ممكن توتنهام نلاقيه في المركز الثالث. انت كده كده اعتقد طبعا مع المان سيتي، لان انا عارفة عشقك لجوارديولا دي حقيقة. ده حاجة مفروغة منها. بس بمناسبة بقى جوارديولا، يعني تصريحاته انا وكريم قريناها في يعني في الانترو معانا، تصريحات غريبه، يعني انت عامل انجاز على الارض غير مسبوق، وجاي بيتكلم ان احنا لم نكن سوى جيدين، احنا الاداء الكمال غير موجود، ده احنا بنبقى عاملين ربع الكلام ده ونطلع نقول يخرب الدنيا كلام. فلا في يعني بتشوفي تصريحاته ازاي بعد المباراه، مش غريبه شويه؟ هو ده العادي بتاع جوارديولا، هو ده العادي بتاع جوارديولا. حتى مثلا لو في الهزيمه، لو هو مثلا مغلوب حاسس بظلم، بتلاقي اكتر لكن دايما بتلاقي انه تصريحاته متوازنه جدا، دايما بيشوف لعيبته، حتى لو كان لاعب سيء جدا لازم ما بيطلعش يقول اللاعب مثلا هو السيء او هو كان اسوأ لاعب في المباراه او هو اللي يتحمل، لا لازم بيعمل البالانس ده عشان حتى ما يفقدش ثقه اللاعب في نفسه. لا انا كان لفت نظري بقى، مش عارفه تابعته التصريح ده ولا لا، اللي كان قبل المباراه كان بيسالوه على قلت ايه لهالاند قبل مباراه الديربي، علشان ده اول ديربي ليه يعني في مسيرته، فقال له ما انا ما قلتلوش اي حاجه غير ما قلت له لو سمحت سجل 5 اهداف. غير ايه؟ لو سمحت سجل 5 اهداف. طيب اقول لك على حاجه، هنشوف الموضوع ده. لا بصي يعني فعلا نجم بيولد في كرة القدم، فعلا هالاند اعتقد بدايته تفرق كمان بشكل كبير جدا عن بدايات نجوم سبقوه، يعني البداية اقوى، مش هنقول اقوى، من البدايات القوية جدا. على كل حال خلينا بس نروح فاصل سريع ونرجع. أوكي. لسه حديثنا اكيد مستمر مع الاستاذة منى عمر، خليكم معانا. يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الاستاذة منى اللي منورانا في حلقتنا النهارده في اول فقراتنا الحوارية، وبنتكلم معاها طبعا عن الدوري الانجليزي، ويمكن الجزء الاكبر من كلامنا بطبيعه الحال لان الموضوع ده كان فارض نفسه، بنتكلم اكتر كمان عن ماتش امبارح، واللي من ضمن اللقطات اللي ناس كتير شافتها في لقاء الامس ووقفت عندها نظره الانكسار والحزن اللي كانت مرسومه على وش كريستيانو رونالدو وهو قاعد بيتابع المباراه من الخارج. عدم مشاركه كريستيانو رونالدو كانت
في لقاء زي اللي شفناه امبارح ده كان من حسن حظه، من زاويه معينه لرؤيه الامور كويس انه ما كانش بيشارك، ولا من سوء حظ فريقه؟ انا شايفه ان هو من حسن حظه. ليه؟ تعالي نفصل. من حسن حظ رونالدو فعلا ان هو ما شاركش في مباراه زي دي. تاريخ رونالدو ما كانتش خطوه موفقه خالص لكريستيانو رونالدو ان هو يرجع مانشستر يونايتد، دي حقيقه خالص. واتاكدت في ماتش امبارح ده. دي حقيقه اتاكدت، واتاكدت كمان اكتر لما مانشستر يونايتد السيزون اللي فات ما قدرش يحجز له مكان في دوري ابطال اوروبا، ورونالدو كان بيسعى جاهدا هو ووكيله انه يخرج من مانشستر يونايتد ويروح فريق يقدر يشارك معاه في دوري ابطال اوروبا، عشان هو مش عايز يشارك في الدوري الاوروبي. ما نجحش برضه، ده غريبه جدا. يعني هل عشان كبر السن او غيره؟ طب ما عندنا ابراهيموفيتش 42 سنه ولسه مكمل متالق على فكره. كبر السن والراتب يا نهاوند. الراتب طب ما هو دلوقتي موجود مع مانشستر يونايتد وقاعد على دكه البدلاء، اللي هي الحاجه غير مالوفه لكريستيانو رونالدو. دي حاجه غير يعني ما ينفعش اصلا تحصل مع لاعب بحجم كريستيانو رونالدو، مش بتاريخ رونالدو خالص ان هو يقعد على يعني دكه البدلاء. كان ممكن يفرق. استكمالا لسؤال كريم، هل هو نقدر نقول لا ده كده حفاظا على مثلا تاريخه؟ ليه؟ طب ما كان ممكن يكون وجوده بالعكس يفرق بشكل كبير. طيب وجوده كان هيفرق بشكل كبير، كان هيبدا مثلا على حساب مين؟ هو بالنسبه لإيريك تنهاج هو ليه لعيبه معينه هم دول الاساس بتاعه، بيبني عليهم كريستيانو مش منهم، بيبني عليهم التشكيل. لا كريستيانو مش زمن. يا زمن دي حقيقه. كريستيانو مش يا كريم. هو إيريك تنهاج حتى امبارح لحفظ ماء وجه رونالدو طلع بعد فعلا المباراه لما اتسال انت ليه ما بداتش بكريستيانو رونالدو او دفعت بيه حتى خلال المباراه، قال حفاظا على تاريخه. التصريح اصلا كان مثير جدا. اقرار بالهوان مش مجرد بالهزيمه، كون ان هو بيحاجي عليه عشان تاريخه وكانه عايز يقول لك كويس انه ما شاركش في المهزله اللي حصلت، ما ده اقرار بالهوان. ما هو معترف طبعا. هزيمه 6 جوان 6 اهداف، الماتش كان 6-1، يعني الماتش لحد الدقيقه حاجه و80 كان 6-1، بعد كده هدف، بعد كده ضربه جزاء بقى 6-3 في الدقيقه 90، يعني خلاص قبل نهايه المباراه كانت منتهيه اصلا من الشوط الاول 4-0، فالمباراه خلاص كانت منتهيه تماما. يعني لعيبه مانشستر سيتي كانت بتعمل اللي هي عايزاه، هو كان وقت ما بيحبوا يجيبوا هدف كانوا بيجيبوا هدف، دي حقيقه. وقت ما كانوا بيحبوا يلا جول بالظبط، وقت ما كانوا بيحبوا يضغطوا وهم كانوا ضاغطين طول المباراه، بس وقت كانوا ما يحبوا ياخدوا قرار انه هنجيب هدف خلاص احنا بنضغط هنجيب هدف. ده غير الهجمات اللي ضاعت، يعني الست الاهداف دول محققه، كان في مثلا هدفين ثلاثه كمان كانوا محققين ولم يسجلوا. فمباراه لا مباراه كانت تاريخيه، وفعلا دي لا كان من حسن حظ كريستيانو رونالدو ان هو مش ما شاركش في المباراه. واتوقع بنسبه كبيره ان في الشتاء رونالدو هيخرج من يونايتد بنسبه كبيره. لو فضل متوجها الى لا متوجها الى دي بقى صعبه قوي، لان متوجها الى دي ما كان ممكن تبقى في الصيف، كان ممكن حسمتها في الوقت بالظبط، فكان ما كانش فيه يعني. وفعلا واتقال ان 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 وكيله تواصل مع العديد من الانديه، كانت من ضمنهم كمان حتى اتلتيكو مدريد. انت متخيل ان جت لحظه على رونالدو ان المدربين لا بيرفضوا انه ما ينفعش رونالدو يبقى عندي في الفريق؟ ده خلينا نرجع نقول يا زبد اللي كنا لسه بنقولها من شويه. غرفه الملابس لو هي مش محكمه، لو المدرب مش حاكمها 100%، مش هتستحمل لاعب بحجم كريستيانو رونالدو، لان رونالدو قائد. فلو القائد اصلا بتاع اللي موجود في الفريق مش هيتحمل وجود قائد بحجم رونالدو، اللعيبه مش هتتحمل قائد بحجم رونالدو، يبقى كده الفريق كله ضاع. هو يمكن ده اللي حاصل شويه في باريس سان جيرمان، كم النجوم الموجودين برضو كانت بدايه برضو غير موفقه مع كل الاسماء اللي هي انضمت لباريس سان جيرمان، ما شفناش الاداء بتاعهم على الارض مترجم في اللعب يعني او في الاداء. على كل حال الوقت بيجري خلاص تقريبا فاضل اقل من دقيقه، بس لو هنروح سريعا ونختم بالدوري الاسباني ونتكلم عن برضو يعني البارسا والريال، بتتوقع ايه سريعا جدا استاذه منى؟ تعثر ريال مدريد امبارح بالتعادل خلى الكفه دلوقتي هما بينه وما بين برشلونه، هما متعادلين في كل حاجة. لعبوا 7 كسبوا كل المباريات، اتعادلوا مباراة ونفس عدد النقط.
فالدوري الاسباني السنه دي على الرغم ان برشلونه مش احسن مستوياته بس على الطريق الصحيح. تشافي عامل معاه اداء رائع، استقرار، الامور اعتقد ماشيه بطريقه يعني ان شاء الله على مسار صحيح، على مسار صحيح باذن الله يعني. فاعتقد الدوري الاسباني لا هنشوف منافسه تاني برشلونه مع 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 ريال مدريد، الامور مش هتبقى محسومه بدري زي اللي كان بالظبط زي اللي حصل. نورتينا يا استاذه منى والله، شكرا ليك جزيل الشكر على وجودك معانا، ونشوفك ان شاء الله على خير قريب جدا. وخلونا نطلع فاصل سريع مشاهدينا في كل مكان، ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه اللي هتنورنا فيها دكتوره ايمان المراكزي. خليكم معانا.